كي راكم لاباس؟ والله غير لاباس. ورانا هنا والله غير راكم في مشت السوادي. مشت السوادي شوف بير بالخريف ياه. نجيك نيشان هذا الصطاد انا صورنا هذا الشعال صورناه في واحد القناه من قناه بلعت هذه كان والو رانا صورناه وها ما راه خدموه. ايه ها خدموه هي ها سقدوه ها بارك الله فيهم. ايه اه والله رحمه ثاني بارك الله فينا. لا لا يجازيكم كل خير. احنا وريناه وما خدموه والله الا رحمه. ايه الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله وزاد طاحت علينا هذا الري رانا هك نقولوا الحمد لله. والله الحمد لله يا رب العالمين. نعمه انت وين تسكن مالا؟ هاني هنا في مستبير الخليفي. هيا يا درا واش كاش جديد تما عندكم؟ واش يا خويا والله ما لقينا ما نقولوا. يا قول. اي والله قول. السلام عليكم. معليش اما نروح وقول كي راكم لاباس؟ لاباس بخير. لاباس غايه؟ لاباس لهنا الحمد لله. على بالي ثاني زياره بيناتهم اربع سنين. ايه زينه. كي جيت لهنا انا نتفرج فيك في الصحراء في الجامعه. في الصحراء. ايه وشفت المكان هذاك اش كان؟ انت لهنا وجماعه قابي بالتليفون. ايه ونسمع في صوتك وانا في الجامعه. وش اللي تغير؟ تبدلت. تبدلت. تبدل التريسيتي، الغاز، الطريق، الماتيكو، الغاز، الكليراج. يلا يبارك لك. كاين مواطنين بدل هذا ما التريسيتي على كل حال تعبين الريفي هذا. هذو راهم عندهم مده بزاف شويه وهم يعانيو ساكن من التريسيتي وهذاك. راهم غير هازين من عند الجيران. استنى غير باش نروحوا بالعقل. التريسيتي تاع برا كاين الكليراج داروا الكليراج الغاز لاحقه ويمشي ودركا ويمشي يا حسره عنده واحد الشهر ولا اربعه الماء اج 24 اج 24 اج 24 الشاطو اللي كان هامل هذاك زوج فراجات خدموه هذاك الفراج هذاك اللي كان حابس عاودوا واحد اخر داروا واحد اخر جديد ما شاء الله الله يبارك والله غير نعمه والله غير نعمه. ايوا انا علاش نصور اليوم هنا المهم. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. لاباس لاباس والله غير لاباس الله يهنيك لاباس. مرحبا بالغاشي. اه مرحبا بك ياسر الوطني. انا مانيش منها انا من هيم انا من مروانه مازال ما نعرفش البلاصه هذه. هذا تعرف واش قال لي خطره؟ هذا قال لي كاس شاويه هنايا راهم يسموا ولادهم عليا. ايه على سليم. ايه على عندنا كلمه سليم هذه عندنا احنا عمره سليم ماشي سليم قال لك سليم. إيه. سليم وخلاص. اي تريب يا باش انا ما هزو سليم هزو على سليم قال لك. اي تريب يا نبدا البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في برنامج الدوار قناه الوطنيه تي في واللي يبغيها يسوي في لثاني مره الزياره تاعنا هنايا عندها مده سنين يكريفي ثلاث سنين ولا اربع سنوات جينا لهذه المنطقه واسمها بير خليفي. بير بالخليفي. بير بالخليفي. على كل حال احنا واش صورنا باسكو ما عنديش صور دوكا قدام صورنا واحد الشاطو دو هامل. صورنا الملعب هذا كارثه. تطورت الحاله هذا واستنى انت من بعد تحكي لنا. صورنا واحد الجامع قال لك ماهمش يصلوا فيه. هذوك ماهمش يصليوا من درك ماهمش يصلوا فيه دابزين بيناتهم. القودرون كانت شويه هكا لاباس. قال لك الضوء لاباس تاع برا لي كليراج بيبليك. الماء اج 24 على حساب السيد مانيش عارف كاش بالك مخلصكم المير بصح هضروا هكا. الغاز ما شاء الله الحق. دركا جينا هنا باش خلينا ما خصنا دركا وموان نشكروا الناس اللي خدمت ومن بعد نعاود نقول لهم ها واش خصنا. هيا ارواح لي من الشافيه نعاودوا الحكايه وكاننا في 2018. كنا في 2018 كنا في 2018 يا اخي جيتوا في 2018 وشفتوا واش صاري وجيتوا درك يعني واش تشوف ما بين 2018 ودرك. والله لا فرحت الحمد لله يا رب. احنا خويا درك هذه الساعه والله غير عطينا رب العالمين واحد المير ربي يبارك. جديد هذا جديد هذا هي او ماش نشكر فيه والله يشكر فيه بالك خلاصكم تهضروا عليه. والله شيء هكا حيل. لا لا اسمع الدوار هذا والله غير رجعوا يعني ما شاء الله وهو الشعب ها شوف غسلنا بام. لا لا انا راني رئيس الحي راني رئيس الحي. لا لا غير بارابور صورنا ما نقولوا ما نقول لكم قال لكم جنة. واش خصكم اخويا واش خصكم؟ خصنا السكنه السكنه بيننا الريفي هضروا السلطات الفوق ماشي المير. عندي 13 سنه ملي تزوجت دوسي اللي نديرو نعاود 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 مازال ما ديناش. قال لك او جاي او جاي ما جاش مازال ما جاش ما شفناش حنا ما شفنا. لا يخرجوا يروحوا من التحت حنا مش يجي ويخرج يخرج ويروحوا من التحت حنا ما شفناش تاع بناء الريفي. حنا ما لحقناش اخويا حنا ما لحقناش. حنا 13 سنه ملي تزوجت عندي الله يبارك عندي ثلاث ذراري دوسي نديرو نعاودو عاودو ثمن خطرات ما كانش زي الولادة نقص شويه نقص نقص نحكي واه. وانا نقول لك انا عندي 65 67 سنه 67 سنه والله من 62 الى دي الطوبه وراني ساكن في الديار تاع ولد خويا. والله عندي الملف عنده 20 سنه قليله 20 سنه
نزل وما تقول ليش بحايني هيك عاد لكم تقليلي ماذا ما كان لها زيد نكمل لا كمل غير 20 سنة والله ما شفت طوبة وراني في ديار والله ما نسعهم هو يعلم هو يعلم كسمك الله دراجي غادي احنا لا 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 من فوق اخويا احنا ما كانش انا قدام سنة وانا قاسي ثاني عز سكنة هاي ديتها غير سنة قدام سنة ديتها غير سنة هيا صحيح هذا كان يمشي يا جماعة صلوا على النبي كان يمشي وهذه الايام برك ما عندهاش درك المير هذا قدام فرق زوج من حجة ايه وحدة والله زوج المهم خرج ليهم خرج ليهم المير وراح شافهم بالوحد اللي ما لقاه فوق الضالة كل ما مدلوش اللي عنده ضاله ما داش ما داش داو غير صحاب القرمود واللي ما عندوش خلاص ما داش اسمع لا لا انت ساكن في الدار فيها ضاله مقاري معليش بصح مش تاعي انت ساكن فيها شنو يا الدار مش تاعي تاع اطفال انا لو كان يقول لي عندي اسمع منها كوزينه عندي ومنها عندي 10 عباد الدار خاطيتني ويعلموا كل يعلموا عندي عندك ضاله مش تاعي تاع واحد تاع اطفال ولد خويا معليش لو كان يقول لي غدا الليله يقول لي عمي فرغ لي الدار فرغالو فرغالك يغلبك يا خير رزقو بس ما يغلبكش تغيظه هاي ما نضربو بالموز ما تضربوش تغيظو ما غاديش يطردك واذا كان هو لحقت له لهنا وسكت كيسكي ياكسا لك والله تحت كتبوا لك ونهضروا بالفرنسي وحنا ما نعرفوا ناس اي والله هي دوكا 20 سنه والميلف مداير جا الاول ما كانش 15 سنه وعد ما كانش زاد جا الاخر هبر بشر الله كون نشوفك ما كانش قدا بقى لي انا ممكن نزيد عام نموت كي نموت نخلي ولادي وين هذاك لازم دار كاتبته وكتاش تموت وبالك غادي تعيش اكثر من هذا المير واكثر من واحد اخر وبالك نموت الليله وبالك تقعد 140 عام انت مستاذ وما تديش انت مستاذ هذه 140 عام خلينا احنا هذا بكا لا 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 اسمع واش ندير انا ب 140 عام الله لا يشوفني فيها عيب معليش وشني بالعقل ما بين بكري وذرك وشني يعني احنا ما ما ما, ما عندي ما نقول سمعته انت تسكن بربي ان شاء الله راك تجي وتدي بربي ان شاء الله بصح هذه خلصت حياتي يا اسمع ولكن احنا احنا كنت خلصت حياتي بصح الحياه في الايام اللي فاتوا كل علاه ما جريتش يا جريت انا 20 سنه ما حبوش يمدوا لي ما حبش يمدولك واش راح يديروا لك علاه واش شافوا عندي انا بالك عندك لونساج عندي 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 وزين في سريانا ايه شفت كيفاه يخدم الاخر ما كان له نقول في الكرتوش ياها ما تصلحش هذه والله شيء الانسان هذا يبدا بالانسان اللي ما عندوش خلاص واحد تحت قرمود ها معليش ها يستاهل هما داروا واحد اللي ما عندوش خلاص اسمع معليش هو المير هذا كي جاء عطى ربع سكنات للمشتى هذه يعني الناس اللي مد لهم ما يستاهلوش انا ما عادش نقول لواحد ما يستاهلش مواطن ويستاهل الناس اللي راح ليهم لقاهم تحت القرمود وتيرميت الناس اللي عطاهم انا تشفني روحي كل واحد شاف روحي انا كان صبح ميت يصبح ولادي برا صح ما عندي لا في فيلاج لا في بلاصه اخرى لا في والو الدار خاديتني احنا بربي ان شاء الله تستاهل وتدي احنا طلبوا رب العالمين والله احنا نطلبوا من السلطات الفوق قالوا لك كاش ما يدعمونا كاش 150 والله 200 سكنه ريف مشاتي كامل يستفيدوا شوف شوف والله العظيم بصراحه احنا نهار اللي جينا والله لهذا وجه خير انا والله ما نعرفه نعرفه مواطنكم انتم والله العظيم لا يضرب على الدوار هذا احنا ما قلناش ما يضربش والله لا نحكي لك باسكو نهار الاول كي جينا في 2017 ولا 2018 انت استقبلتنا يا اخي هنا هنا ايه في هذه البلاصه كان والله ما وما كانش خلاص هذا غير المطارق وما كانش معليه بصح ثاني الجراه ثاني المواطن كي تكون عنده جراه ايه؟ ويهضر مليح كاين دواوير رانا ندخلوهم يخافوا يهضروا ايه يخافوا يقول لك انا نهضر يجيبوها عقابي ومانيش عارف بصح الجراه تاع الانسان الحاج انت كي راك تهضر هكا وهم يسمعوا لك المسؤولين وباذن الله كما جينا لهذا المكان وخدموا لهذا ومتاكد باذن الله غير يمدوا لكم بصح شهوة بشرط نهار اللي يمدوا لك عاود عيط لنا ان شاء الله والله غير نعيط لكم كما جيتوا احنا ما كانش ما نطق ظل خلاص واحد ما شافنا وكي جيت انت راه البلديه تاعنا كامل صنفت ولات ما نطق ظل كامل البلديه عندها اولويه شوف داروا لنا كليراج باطل الغاز حتى من الغاز ما سلكنا والو باطل
ما سلكنا والو باطل وزاد اسمع تريشيتي هاو جاي 200 بوطو في البلديه عندنا زوج مشاتي مشتا المخالفه ومشتا بير بالخليفه راح نقسموهم هادو بطوات او المقاول بلكه وبدا وخلاص وش راح هنا حنا ما واش ناكلوا في راس البلديه كاين واش راس البلديه شوف راس البلديه ويظل النهار طول مسكين وهو خدم خدم خدموا الطرقان خدموا الغاز اللي ما نشربوا مشكل وين ذا مشكل عندك انت خصك مشكل هو برك انا كيجيبوا تريسيتي ما كيعطيو لي تريسيتي ما عنديش دار ساكن حنا وكيعطيو لي الغاز ما عنديش دار صاي معليش عطونا دوك المشكل تاع الساكن ورا صحاب الساكن اللي خاصهم باه نعرف روح لي منها باش نجمو نقصرو ورا هذا خويا 13 نعم مروه هيا دوكا حنا سما باش نقولوا رئيس البلديه الجان هذا راهو مشكور هاو جان وراهو يتحرك حنا في نهايه اللقاء نروحوا يدير لنا حق الرد يعني راه عندك سكان هنا مواطنين راهم يقول لكم هذا المنبر انت مشكور وبارك الله فيك على كل حال يشكروك على زال شغل قفزت شويه هذا ما كان ما هي هو الواجب كما قالوا الولات قال لك حنا الواجب تاعنا نخدموا ما تشكروناش ولكن معليش احنا باش نرفعوا لكم المعنويات يعني دوكا كي جينا احنا هنا للدوار راه يقول لك الماء سيبو الحمد لله غاز الحمد لله كاين نقاط اللي لازم تراعيهم السيد الرئيس ناس راهم بلا كما قال بلا سكاني راهم بلا سكاني هنايا لازم هنا تضرب الطابله تهرسها باش هاد الناس ما يزيدوش يتعبوك وهما اصلا تعبوا هيا أنا اسمي حليم. حليم. عندي 14 سنة ساكن مكان. 14 سنة. عندك دالة ولا قرموت؟ هلو كنت تروح تشوفها بالك حيوان ما يرقدش فيها. انا عندي ازمه تاع ساكن يعني ازمه خانقه موش عندك بيت وحده لداخل عندي البيت هذيك تاع خويا راني من ديباني فيها برك قادر يخرجني يفرد في اي لحظه هي يسمو عندي هذه الكوزين هذه نطبخ فيها يعني هي سبع خوات ايه في سبع خوات لا مستفادين هم مستفادين من دين ساكن الريف صح كان انا عندي درك من 2010 وانا مزوج مازال ما ديتش درت من 2011 درت دوسي تاع سكن اجتماعي ودرت دوسي تاع قطعه ارض وهذه هنا لك ديها تاعك هذه تاع حوش انا نديروها هكا وصاي نسست عليه هذه ندير مع الاولاد هاك تشوف وين ندير القش تاعي هكذا وين حليم شادي عبد الحليم شادي عبد الحليم شادي على ربي ان شاء الله ان شاء الله على ربي ان شاء الله انت تاني عاود النداء تاعك ان شاء الله يا خويا انا درت النداء تاعي ورحت للرئيس البلديه احنا ما نقولوش المسؤول ماهوش يخدم والله ماهوش مأدي الواجب نتاعو عاود انا فلان تفكرني ايه انا نطلب منه النهار كي يكون كاين ساكن اجتماعي ولا يخرج قطعه ارض يتهلا فيها يتهلا فيها هذا مكان هذا مكان احنا ان شاء الله احنا مسؤولين رانا هزينهم فوق ريسانا اي الحمد لله ما راناش نهضروا في المسؤولين راهم يؤدوا في الواجب نتاعهم الشيء اللي كاين المهم احنا ان شاء الله يتفكرنا كي يعود كاين يتفكرنا على ربي ان شاء الله هذا مكان اي راكم دائما في قناه الوطنيه في برنامج الدوار كيف نتلاقاو بعد سمع راه غير بين 14 و 13 عندي شامبره
شامبرا. ايه شامبرا. قال موت انت ولا؟ لا لا دالا مع الشيخ عندي شامبرا. خارج تسمى خارج على العائله. عندي شامبرا. عليه وعلى باله به وعنده مرض مريضه عندها مرض مدمن. وهدرنا وعلى بالنا وراه بربي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فعلوا خير برك. ان شاء الله. دقيقه دوك نعاود نشوفوا مول التبن راه مصباح قاعد هنا كي راكم. مول التبن هو يخمم واش هكا. هذا مول التبن راه يخمم باسكو هذه ايامات العياده وراه داي لهم الميلفاي يا درا شعراه. ها 90 بالك الحاج. ها 90 ياك. وكي سكتوا في العيد هذا العام ان شاء الله. ها العيد كيف زعما؟ ها العيد واش نقول لك؟ طاق على منطاق؟ ياه راه غالي شوي. انت تسكن معاهم في الدوار هنا؟ هيا هيا بصراحه بصراحه كي راهي الحياه هنا؟ والله ما لا لا خلينا كبار يعلم ربي. لا هضروا على الدوار تاعكم بصراحه. لا باس الحمد لله. نقولوا لا باس. والله غير الحمد لله. والله غير الحمد ربي. والله من ناحيه الحمد ربي. من ناحيه العامل كما قلت انت احنا راه شغل رانا محيوزين هنايا وبلادكم هنا هذه وحده من العامل. دوك البلديه واش غادير لك؟ ماشي قضيه بلديه يعني قضيه دوله. الدوله وكان ديكم مصلحه كبيره. فهمني باش نتفاهموا مليح. وعندنا الزيتون الله يبارك. هذا احنا رانا في 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 شمال في شرق سطيف اسمها شرق ولا جنوب؟ شرق سطيف. ما كانش دوار مخير في بير بن الخليفي كما احنا في الزيتون. عطاونا الزيتون وعطاونا فراش ما كملوش بالوعد نتاع التنميه الريفيه. هم حطوا مشروع محلول حنا رانا قاعدين حالين فهمنا المعزه ما كانش باه ناكلوها. راك تشوف فين كاين راه. العام اللي تسع كيما كان يهضر الجن هذاك. انت مزيان عندك كاين وراك. الحمد لله. الحمد لله. ولك مسكين. انا كنت عامل في العاصمه 24 سنه برك. الله يبارك. هذا ما كان انا الدوار هذا خاطيني نهائيا. هم يعرفوني. عاد وليت له. عاد رجعت. هاني هنا عايش. برك هذا. خفت يديروا لك الارض يبان لي ولا الدار. صحيت خفت يديروا لي الكومان انا ونبقى. قلت. هي كغط ما يتسعاش والله ما يتسعاش. هي وليت. هي مزيان كي وليت الحمد لله سليم اخويا. ربي يعيش. ربي يهنيك. ربي يعطينا لهنا. برك هذا مكان بارك الله فيك خويا. يا ربي. ربي يعطينا لهنا. هيا امين. هيا. ان شاء الله. كان. هيا بصفه عامه واش غادي نهضروا انا تخلطت. خويا والله غير الحمد لله. احنا هذه الساعه بالنسبه لي انا نقول الحمد لله يعني بقى لنا غير مشكل تاع هذا الناس اللي كاينين كيما جيت كيما جيت وشفت كيفاه ولات. لا ما شاء الله ومازال بربي ان شاء الله كي تجي وتزيد عام ولا عام ونص زيد ارجع ان شاء الله تلقى اي تريب. دوك انا دوك ندخل داخل نضرب دوره مع الذراري نشوفهم فرحانين ونعاود نمشي معاك نروحوا للفراش ثاني تشوفوا كيما كيفاش شفتوا كيفاه يلا اي تريب يا اي ها هو ما شاء الله هو تحفه والله لا ما شاء الله. ادخل. أي ما شاء الله هاو دار لهم الملعب يا سيدي الله يبارك. ها هم يلعبوا شو كانوا فرحانين شوف دور ها. أي ما شاء الله احنا نعاود نقول نشكر بزاف رئيس البلديه هنايا بارك الله فيك اخويا العزيز. نتمنى ان شاء الله باش تزيد تعاونهم والله لهم فرحانين بك على كل حال. احنا ثاني فرحانين بك. احنا ديركتمو بعد الفاصل دوك نطلعوا ديركتمو للشاطو دو نعاود نروحوا نصوروا ثاني واحد عنده بروبليم تاعو تاع السكن غير باش تشوفوا. هاي تري بيان. راكم دائما في قناة الوطنية في برنامج الدوار على كل حال. كي اسمك الله؟ عبد الرحمن. سي عبد الرحمن عندك جمعية ولا فاهمني؟ الدور تاعك انت هنا في المنطقة هذه؟ انا رئيس الحي. وعضو في البلدية. عضو في البلدية. يا خويا راكم ما احنا تخدم توصل الانشغالة تاعهم تاع بيان سور وقف عليها. بيان سور. هي لازم احنا راه نكافحوا على الدوار هذا هو اللي دارنا. وي وي وهنا نجريو عليه. تري بيان. هنا نمثل الشعب في في رئيس الجمعيه والله في والله عضو في البلديه والله معاون واحد جا ناشط. والله غير جا ناشط وراه ناشط خادم القريه وخادم الدواور يعني ما عندنا ما نقولوا فيه ما. الحمد لله. فرحوا ثاني والله الوقت اللي جيت فيه. صح بليزير كتصور حاجه والصوت تاعك يلحقها. بيان سور. بيان سور. والله لحقت صح والله والحمد لله والله راك تشوف الفراجات والله غير دروك عندنا هنا هذا كاين واحد حابس واحد خدمناه جديد منه كي جا المير هذا جديد وها والله غير يمشي اش 24 القديم راه حابس اي لا لا هذاك مازال يمشي مني هاوي تسمى ريزيرف جيت مول عجولي لا لا يمشيو في زوج واحد في زوج ياك تشوف الناس السجر ولا 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 يشربوا ويشربوا في السجر والحمد لله والله غير هاني ما يخطاكمش كاع الماء الماء ما يخطيش اش 24
يا سيدي. الماء كاين الحمد لله. ها هو داك الشاطو دو صوب. هذا هو الشاطو دو اللي جيت هذاك العام. هذا الشجر هنا تاع من هذا تاع الغابات. تاع الغابات بصح الشجر تاع الشعب. تاع الزيتون. تاع الزنين ولا تاع. هي تاع زقيقو. زقيقو. زقيقو وي. حنا نقولها الزنين. حنا نقولوا له زقيقو. الزقيقو. هذا هو زقيقو والله غير عايشه منه الناس الحمد لله. وهذا وليدك هذا؟ هذا وليدي. شو وليدي هذا؟ سوى ولده. اسمه شنقريحه. ايه واسمك؟ سما. سما نعيط له انا شنقريحه. ياه. ولد اسامه عيط له شنقريحه. يعني يا يا يا. بيان سوري. هذا الفراج اللي جيتو هذاك العام. هاو الفراج الجديد اللي درناه. نحبسوه ونصوروه. المشروع الجواري للتنمية الريفية المدمجة بي بي دي ار اي بير خليفة الطاية. صور لي بلاك هذه تشوف. هذا هو الفرج الجديد. هذا هو الجديد. سيدي والله العظيم ها روحي من لاسي هيا هاي سيدي ما شاء الله والله الحمد لله والله غير الحمد لله والله لا نفرح وحنا ثاني والله من حيث جانا المير هذا والله غير نحي علينا انا اللي في بلاصتكم اطمنت والله غير حتى على المصداقيه تاعنا حنايا كي نصوروا برنامج خاطر بعض الاحيان يقولوا لنا راكم تصوروا ومش حتى نتيجه الناس كاين بزاف يقولوا لنا ايه ها هو راكو تصوروا وما كان حتى نتيجه لا 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 الحمد لله وراكو غير تبلعطوا فينا العام هذاك اللي جيت فيه انت ودرك واحنا ما نقول لهمش باللي يعني غير كي نصوروا تم تما يريقلوا لكم ايه يصبروا عام عامين والله غير لا احنا درك اسمع من حيث جانا المير هذا والله غير رحمه ربي اعزائي المشاهدين دائما في برنامج الدوار او ردا على سكان مشتبير بالخليفي تنقلنا الى رئيس بلديه الطيا ليكون له حق الرد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد نرحب بقناة الوطنية والطاقم على رأسهم السيد سليم والسيد توفيق مرحبا بكم في البلدية المضيافة بلدية الطايا هذه بدأت العملية أولا قبل كل شيء مجهودات المجلس الشعبي البلدي وكذلك السلطات الوصية السيد الولي منذ ترأسه سيد الولاية وكذلك السيد رئيس الدائرة وكل من شارك في هذه الإنجازات خاصة في مشاريع التنمية مشاريع لوسيسيال تكلمت لي على مشتت بير خليفي اللي زرتوها عندها سنوات أظن آخر زيارة كانت في سنة 2015-16 الحمد لله هي تبدلت إصلاحات خاصة في الإنارة الريفية ركزنا أول حاجة مبدأ تاع المجلس البلدي المشاريع التنموية سجلنا هذه المشتة اللي كانت يعني ما نقدرش نقول مهمشة ولكن أنا نقدر نصنف هذه المشتة أحسن مشتة في ولاية الصيف